السلام عليكم. اهلا اهلا احبائي شانلز تاعون ايمن. اليوم بدنا نفررلكم شوي في الصين على مكان حلو كثير جدا. طبعا الصين مشهورين نايك بنسخوه، الفيلا بنسخوه، الاديداس بنسخوه، مدينة فينيس بنسخوها. هلا ايش جديد الناسينو اللي هو بتعرفوها اكيد مدينة فينيس الايطالية اللي فيها المي داخل المدينة. انا شانلز الطريق ايمن انه ناسينو، فاليوم الرحلة تاعتنا على شاينيز فينيس. ما عرفتم فيش طبعا انا اخونا تامر او هشيش من فلسطين. سنفور دكتوراه محاسبي هنا في داليان في دوساي. صار لك اسبوع؟ صار لي شهر ايام. صرنا فارين البلد. طبعا لقيت واحد عقله على عقلي مجرد زيه. لكن الحلو الموضوع انه اخونا تامر بيعرفني من قبل ما اقابله. بيعرفني عن طريق اليوتيوب. والله واليوم بدل ما اشوف على اليوتيوب ايمن، اليوم راح اطلع انا وياه ان شاء الله وارجيكم مناظر حلوه في الصين. طبعا الصين بشكل عام انا ولا اني جديد هنا، الكل كان ماخذ على فكره اسحك تروح بتموت من الجوع والعارف. أيوة. ايش ياكلوا كلاب ياكلوا بس. أيوة. عارف ايش تحكي. لكن العكس، الصين مدينه جميله جدا جدا، وخاصه المدينه اللي احنا فيها اللي هي داليان. هي شبه جزيري البحر الاصفر، هي محاطه في المياه وغير الاخضار والطبيعه والجبال فيها. عدا عن ذلك هو في مشكلتين في الصين، صحيح يعني ما بقدرش الواحد ينكر. المشكله الاولى انه الجيل الكبير الموجود في الشوارع ما بيحكيش انجليزي، فالشارع انت بتواجه مشكله. لكن الجيل الصغير اليوم، يعني انا بالصدفه ما كنت برا حد مدرسي، ففي اولاد صغار يعني بجوز 6-7 سنوات وحكيت معهم بالانجليزي، وانجليزياتهم افضل من انجليزيات اللي عند اطفال العرب الصغار. يعني دليل انه كثير الشعب قاعد بتطور. ها اول مشكله. ثاني مشكله اللي هو طبعا في لهم ريحه خاصه فيهم لانهم الاكل اللي باكلوه، لكن لا تعد مشكله، بس هي الانجليزي بالنهايه هي اكبر مشكله. لكن عدا عن ذلك الصين اولا واخيرا احنا طبعا الان رايحين نتغدى في مطعم للمسلمين، لكن مش عربي، هو مسلم صيني اللي هو المسلمين. طبعا انتم بتفكروا الصين فيش فيها اكل. اول امبارح كنا ناكل من مطعم يمني، الاصحاب يمنيه، مطعم مندي، بس هو يعني المطعم العربي الوحيد على فكره. بغض النظر انت بتحكي داليان، انت ما بتحكي بكين ولا المناطق المعروفه، فهذا شيء ممتاز جدا. جديد فتح على فكره، صار له 3 شهور يا سيدي. ممتاز هذا. قبل هيك ما كنا ناكل اكل عربي. بس يعني بعدين هون اللي بتروح على السوبر ماركت بتلاقي كل شيء موجود. هاي افضل تجربه لاخونا تامر باستخدام التشوب ستيكس. كان هذا الفيلم الحقيقي. انا بدي اكعب الحبه او بجوز اقلبها منسف كمان شوي. باي باي. انت تستاهل وضعك هو زيك بس انا اضرب الوضع. بس انا وحده كثير، بس يعني بدي ادبر حالي. يلا هات نشوف اول لكم كيف تطلع. راح يطلع معك خطره. الأكل الصيني اللي نزلنا رز وبطاطا ولحمة، وجابوا لنا شوربة. الشوربة شوباش يعني. وفي البرجر الصيني هذا أفرجيكم إياه، هو عبارة عن سندويشة فيها لحمة مفرومة. على فكرة هاي الأكلة الأولى اللي أكلتها في الصين، أول أكلة صينية أكلتها جالية أكلت هذا. تعرف السبيحة؟ زي السبيحة. ممتاز. الحمد لله هاي طلعتنا من المطعم. الآن نازلين على مدينة فينيس بالمترو. طبعا بالمترو فينيس تشاينو تشاينيز فينيس النسخة الصينية. احنا الآن في مدينة فينيس، معنا اخونا تامر. وتامر مبهور بجمال مدينة داليان. خوف هذا مين صغير لليخوت قابل مدينة فينيس. النسخة المصغرة لمدينة فينيس الحقيقية في إيطاليا. أكيد حتى لو سان ورانا بيجا مدينة فينيس لحتى يتصور. شو رأيك تعمل؟ الوضع يعني صراحة شيء جميل جميل جدا ورهيب فوق العادي يعني. حتى يا أخي المحلات الصغيرة عاملينها الستايل الأوروبي. بابا حتى يعني انا خلاص يا عمي روسي اتوسط هيك وشغلات سين فيها وزيت.
سينيور. هاي القوارب في تركب القوارب. اوه هذا مدينة مويا هي بشين كواي تقريبا التيكيت بس بشين؟ بشين كواي بتوقع هم بشين ساعدوا البلد على السياحة. احنا بدنا ننزل على العقبة في الأردن الواحد يحسب له حساب 2000 دينار ياخذ معه. اوه هينا شرينا التيكيت بشين كواي هلا على دينيس طبعا هاي المنظر العام المدينة هي على التيكيت كبيرة مش صغيرة هذا قاعدين نستنى بالقارب يجي ياخذ شو رايك تامر؟ جميل جدا الوضع يعني صيني الصين ما بقدرش تقول ولا شيء يعني بنضحك عليكم يا كامل صح ولا لا واحنا بنجي من ايطاليا احنا اصلا في ايطاليا صبر راح الصين ما حكى لكم رحنا على الصين انتوا شايفين كلمه واحده مكتوبه بالصيني كله بالايطالي احنا بايطاليا تامر شو رايك نسبح انا هنا غاميكم نسبح فيها تامر من اول ما اجى دليان ونفسه يسبح لا ان شاء الله ان شاء الله بتشمسها اليوم وبننزل على البحر وبنعطيكم فيديو مرتب في كمان رحله عزو بس بالطريقه المختصره هي العريس والعروس الصور يا اخي شو بس بلحقهم بس انا احمر مش حلو بالطلبينا فروم وير يو جاي سبيكس عربي ماليزيا 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 اي ووك هير ماليزيا ووك ماليزيا 15 ييرز سو يعني اذا سالت مرحبا 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 ني هاو شو اسمك ما اسمك What is your name? ليم. ليم. ماذا تفعل ليم؟ ماذا تفعل؟ رسمة حلوة. رسمة حلوة. حلوة. رسمة حلوة. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. My name is Tamilon. Chinese name. My Chinese name is Tamilon. My English name is Tamer. Say hi. Hi. طلعنا من مدينة فينيس طلعنا البحر طبعا الكورنيش بسوء حظنا انه الجو الحالي في داليا ما بسمح لنا نسبح لانه برد شوي برد صح برد بدري وبعدين المدينة فيها شغلة سيئة واحدة اللي هي شتوية يعني ما في مطر هاي كمان نقطة بحكي فيها مع أي السياحة هنا رخيصة جدا يعني مستوى مثلا مدينة فينيس يعني هاي لو موجودة في دبي خلينا في دبي يعني اللي فيها تطور العمران عندهم كان هي بمثلها يعني قديش بدك تدخلي هون تدخلي دفعنا 25 كواي يعني القارب فقط احنا دعمناها ببلاش هي مجانية لكن القارب بقول لك يعني انه قديش دفعنا 25 كواي اللي هي القارب يعني 25 كواي قديش بيطلع كم شيكل يعني القارب 18 شيكل 17 اقل بجوز يعني nothing لو هاي بدبي بجوز تدفع لك 200 درهم صحيح عشان تدخلها بس السياحة كثير رخيصة والمواصل بكم يجينا؟ المواصلات دفعنا 4 كواي في القطار شو اسمه؟ لشخصين طبعا في المترو دفعنا 4 كواي فقط لا غير لا شخص لا شخصين ولا شيء nothing يعني اسهل اوسط شيء في البحر طبعا مش لحد الفيس طبعا انا عشق المياه تامر بحكي لي نفسه ينط من هون ما هو صح انا تعال شوف تعال بس احكي لي اذا نطيت كيف بدك تطلع يعني فيها تقريبا متر 2 3 4 5 اوكي انا بنطها معك اوكي لكن كيف بدك تطلع ما في درج مش بعيد هي ما في شط هون 5 متر بس لكن ما فيش طلعه بتعرف تطلع والجو بس تطلع فكره المي صافي المي لا صافي صافي المي مش
لا لكن اسمع، في مشروع راح تشوفوه نص عن منطقة عالية، بس هذا بدنا نتسفر عليه لما نعمله، بس راكبوه نجح عليه هيرحلونا، فبدي اعمله على البدري عشان ما يسفرونيش بعد ما اقطع سنتين، ابقى قاطع بسنة واحدة ممكن. في جاي هذا مشروع شغالين عليه يعني. تعمل بطرح علي مشروع جديد الان اللي هو نتأجر يخت، أكيد له تقريبا الساعة الواحدة ب 1200 كواي، فممكن لو طلعنا بياخد كبير كنا 30 شخص ولا إشي بطلع، ممكن يطلع الواحد 100 كواي مثلا، هيك ناخد ساعتين جوا. لا دول لحمة، شو بدك تشوف جوا هالقارب؟ لا احنا بناخده جوا وبنسبح جوا، ناخد مواضير معنا وزعانف. واو هذا الحكي هسه في جاي بتشوفوه، راح يكون فيه فيديو ان شاء الله. لا في مشاريع كثير عند تامر. انا من خلف فيه المبنى الفضائي، انا بشوفه بالنسبه لي هذا بصوره كمركب فضائي نازل من الفضاء، لانه تصميمه غريب جدا جدا. السكوير هذا رهيب جدا. قديش في كثافه سكانيه في الصين، قديش في عمارات، قديش في بنيان، لكن في شغله ميزه عندهم، اي متر في بيكون في مجال يزرعوا فيه مستغلين فيه، هيك بنشوفها خضر كلها، مساحات خضراء بكل مكان كلياتها، هاي ثقافه ورود جدا. الدنيا غروب، نرجع محطة المترو، نرجع ثاني على الجامعة. خلص ولقائنا في فيديو آخر إن شاء الله، بكرة أدفنتشرز جديدة، بكرة كبير، بكرة أدفنتشرز على السايكلينج إبداليان إن شاء الله، ونجرب البسكليت الجديد اللي اشتريته. أوه صح، شرعة بسكليت جديد، قديش سعره؟ 600 كواي 500 كواي 500 كواي. بكرة إن شاء الله بنجرب.